أعزائي المشاهدين، منحييكم ومنرجع معكم بالفقرة الثالثة معنا اليوم من نور جديد، وهي الفقرة اللي بتحكي عن الصحة. بنستقبل معنا أخصائية التغذية الأنسة ألكسندريا مكنا. أهلا وسهلا فيكي عنا باستديو بنور الشرق بنور جديد. ألكسندريا، حضرتك أخصائية تغذية، بتشتغلي بعيادتين مختلفتين بين جونة وسن الفيل، وأنت مخرجة الأنديو جامعة الويزة، جامعتي يلي تخرجت منها حاملة شهادة بالتغذية نيوتريشن، وهلأ عم بتكفي فيها دراسة الماجستير لتاخذي فيها شهادة الفود اند سيفتي والكواليتي مانجمنت. طليتي عبر إذاعة دلتا قبل ببرامج 15 حلقة تقريبا، كنت على الهواء بتعطي نصايح عن التغذية، وبنفس الوقت بتشتغلي مع لايف كوتشز وبتشتغلي مع ترينرز كمان متخصصين في هذا المجال. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، الله يخليك. بتخبرينا شوي بس عن شو يعني الفود سيفتي والكواليتي مانجمنت يلي حضرتك عم تاخذي الشهاده فيها هلا وعم بتشتغلي فيها كمان؟ صحيح. Food safety ندى هي it has to do with سلامة الغذاء. يعني نحن شو فينا نعمل تنتفادى انه انسان ياكل بمحل معين او بمطعم او باوتيل او شو ما كان تا ما يتسمم، يعني تنتفادى التسمم او الانسيدنس اللي ممكن تصير نتيجة قلة هايجين بالمطابخ، ونكون نحن ماشيين بمعايير وزارة الصحة العامة اللي بتفرضها بلبنان. مزبوط انه في اكل اذا بتخلطيه مع بعضه بتتسممي، ولا هول urban legends؟ يعني احنا وصغار كانت الماما تخلينا لبن وحليب لبن وسمك which is not true. هلا هي حسب كل انسان، في عالم بيقولوا لك انه انا اكلت لبن وسمك وما صار لي شيء، بس هن مع بعض يعني ككومبينيشن معقول يأذوا بتفيدهم. بس نحن من ناحية التسمم كفود سيفتي بنحكي أكثر in terms of بكتيريا مثلا. اللي هي كائنات حية ما بنقدر نشوفها نحن. هيدي اللي نحن عنا حرب تجاهها إذا بدك، البكتيريا اللي مش منيحة تما تأذي الإنسان. هيدا الفود سيفتي. مثل مثلا السلمونيلا فينا نقول من الإكزامبلز اللي صح. وكمان في مصادر مادية معقول تلوث الأكل مثل الشعر اللي هو أبسط مثال. في مصادر كيميائية مثلا اليوم إذا بمطبخ حط صابون حط أكل وبيأذي الإنسان. طب الإنسان إذا كان مريض واضطر إنه يكون هو عم بيطبخ بالمرض، This is why ما لازم. ما لازم. exactly. لأنه بينقل هو البكتيريا اللي مرضته أو الفيروس أو شو ما كان، بينقله على الأكل من الأكل عند العالم وينضل. نعم. اليوم نحن محضرين شي فقرة اسمها True or False أو صح أو خطأ. رح نستعرضها سوا هلأ على الشاشة ونحكي عن كل نقطة للمشاهدين يتعرفوا على نظام التغذية اللي رح نحكي عنه اليوم. ميشيل، إذا فينا نبلش بفقرة True or False. اوكي تفضلي ألكسندريا. الخطوط العريضه، بنبلش بمقدمه عن شو صح وشو خطا عن خساره الوزن. هلا شوي عم نحكي نحن نيوتريشن مش فود سيفتي. بدنا نرجع نحكي عن تكوين جسمنا الحقيقي، شيء اسمه من بعدها كونسبت بي ام ار، انواع حميه غذائيه تبعنا وديز. شو في مفاهيم خاطئه نعم حول فقدان الوزن. نعم. واتس فولز What's true or false about weight loss؟ شو صح وشو خطأ عن فقدان الوزن؟ نعم. وشو عنا أثار جانبية لبرامج النظام الغذائي المتطرفة أو الإكستريم دايتس يعني؟ وشو هن أخيراً الاستراتيجيات لفقدان الوزن تكون ناجحة؟ يعني نوصل للي بدنا إياه بطريقة سليمة وصحية للبيشنت. طب أنا عندي سؤال هلا رح أسألك كمشاهد مش رح أسألك كمحاور. في كل مظبوط إنه كل إنسان بيمشي عليه رجيم وفي شخص تاني ما بيمشي عليه نفس النوع الرجيم، مزبوط. ولا في رجيم بيمشي على كل العالم؟ مزبوط. هلا في جنرال ريكومنديشنز او ثيوريز معينين او جنرال فينا نطبقهم نحن على كل العالم. نعم. اوكي، بس اوقات في جسم نوع اكل معين معقول ما يناسبه، بس نحن ما فينا دغري نحن نجزم انه هيدا الاكل ما يناسبه الا ما نعمل تيستينج معين تنتاكد من هيدا الموضوع. يعني اليوم نحن بنجرب
نمشي، هيدا الشيء رح نتناوله بالفكرة طبعا، منجرب نمشي traditional diet يعني دايت تقليدي. اذا ما مشي الحال تقليدي يلي هو بمعنى سبار وبلا عشا بلا سكر وبلا خبز وبلا، لا يعني بيكون اكثر بالانس. انا من عندي بقول انه بالانس بكل شيء، ما في شيء ممنوع يعني ولا مسموح من كل شيء، بنكون عم نشتغل بميزان. صح اوكي صح. بنجرب تراديشنال، اذا لقينا انه هذا الموضوع ما يناسبه للشخص ساعتها عنا بدائل. اذا لقينا انه هول البدائل كمان ما نجحوا ساعتها بنبلش نفكر يمكن في شيء عم يعمل له بلوكاج، أوكي. يمكن في اكله ما بتناسبه، بس مش دغري من الاول قلنا يعني عنا الصلاحيه نحكم انه لا وقف البطاطا لتضعف، ما فينا ترايل اند ايرور ستيب باي ستيب لنوصل للسوليوشن اللي بدنا. اوكي فينا نشوف بعد بليز صورة تانية. نعم تفضل. okay. في شيء بدنا نفهمه قبل ما نبلش نحكي عن نيوتريشن، انه هي يونغ ساينس، هي علم جديد. يعني في كتير نظريات اليوم معقول نلاقيها اونلاين، جوجل، يوتيوب، وين ما كان. مش معناتها كل شيء نحن بنشوفه عن نيوتريشن معناتها از ترو او مزبوط او فينا ننطلق من خلاله. هذا الشيء بدنا نتركه ببالنا. في نظريات كثيره مثل ما قلنا، منها تكون معقول صحيحه، منها نظريات بيست على الانترنت والناس اللي بيقولوا لك بيست على يمكن انيون هيك بيقول انه بيرسونال اكسبيرينس، ممكن هو بيكون قاطع شغله بيقول لك ايه، او بيجي حدا فور اكزامبل صار شيء بيضحك شوي انه الخس بنصح مثلا، او اذا انا ما اكلت شيء يعني بيقولوا مثلا هيدا الانسان الخس مش منيح له، اوكي، او الخيار مش منيح له. بيست على قصص ما في وراها ساينتفك داتا، يعني داتا انا اقدر استند من خلالها. انا بتمنى على كل العالم انه بليز بس تشيك ذا سورس، يعني يكون حدا موثوق منه او سورس موثوق منه قبل ما نحط حالنا بمحل انه نمشي على شيء ما نكون واثقين من السورس طبعا. هاي اول واهم نقطه. اوكي النقطة اللي من بعدها، النقطة اللي من بعدها هي تكوين جسمنا. إذا نحن بدنا نبقى نفهم النيوتريشن بدنا نفهم تكوين جسمنا كيف. نحن عنا وزن، أوكي، بس هيدا الوزن لحاله it does not reflect أو ما بيعكس إذا أنا صحي أو مش صحي. يعني مثلا الإنسان الرياضي أو الأثليت، إذا أنا بدي أجي أخذ له وزنه ككل يمكن يطلع عالي، بس مش معناتها أنه زلمة overweight أو عنده زيادة وزن، لا، معناتها كتلة العضل بجسمه عالية بس كتلة الدهون واطية، وهيدا شيء منيح. عرفت شو قصدي؟ أكيد. بينما مثلا البريجننت وومن أو المرأة الحبلة فور إكزامبل كمان وزنها حيكون عالي، بس أنا إذا بدي أشيلها من هالحالة اللي هي فيها وتولد يمكن المرأة نورمال. سو اللي بدي أجرب أقوله إنه نحن تنقدر نستند على حدا إذا هيلثي أو نوت هيلثي، بدنا اليوم نتطلع مش بس على التوتال ويت أو الوزن ككل، لا. بدي اطلع على كتلة العظم، كتلة المي، كتلة العضل، وكتلة الدهون اللي بالجسم. طب الشكل حتى كمان ما بيأثر، يعني تطلعي على الشكل، لأنه في ناس مثلا بتكون وزنها overweight وبيقولوا لك، تقولي لهم لا مش مبين، أو العكس صحيح، بيكون الشخص منه overweight بس بيبين أنصح مما هو. exactly مثلا مثل ما عطينا 100%، مثل ما عطينا example عن الإنسان الرياضي أو الأثليت، بتطلعي فيه يمكن إذا يعني لابس ثياب for example بتقولي أوف إنه شو كبير أو شو عريض أو شو، بينما هو الزلمة بيكون منه كبير، منه overweight، منه عريض، just عضل which is amazing. هيدا الشيء لقلنا منيح. صح. أو the pregnant woman إنه من قدام أو كبروا هون أو كذا، عرفتي كيف؟ كمان ما فينا نحكم. يعني بدنا نطلع على أرقام، لانه الشكل منه انه انديكيتر لانا اقدر اعطي وجهه نظر علميه واقعيه. معك بالشكل اتس نوت اوكي. والنقطه اللي من بعدها نحن دونك بالكتل اللي حكيت عنهم نقدر نعمل كنترول على العضل، على المي والدهون. العظم ما فينا نكسر له عظامه، ما فينا نضعفه، سو نحن هدفنا دائما نوطي الدهون وتعلو العضل، والعظم ما فينا نعمل شيء لانه هيدا جينيتكس وهيريديتري وبيجي بالعظم ربنا اعطانا. اوكي يعني انا ما فيني اعمل لك شيء فيه، هيدا كسر حالك بخير اكثر شيء. سو نحن هدفنا على طول اكيد انه نعلي قد ما فينا العضل، هيدا نوصل له من خلال الرياضه.
اوكي طبيعي. اي نوع من الرياضه ولا في الكارديو يلي هو اكثر شيء بيحرق exactly. وبعدين بتصير اوكي سو بنبلش نحن بدنا نحكم يعني صح او نعمل رياضه مزبوطه بدنا نعمل بالانس again كل شيء بالبالانس على فكره okay. بين الكارديو وبين السترينث تريننج okay. دائما بدنا نحكي اكثر من 15 مينتس او 15 دقيقه كارديو لانه هيدي بتساعدنا نحرق دهون no. اوكي مثلا مشي مثلا ركض كارديو بنرجع من بعدها بنلحقها بالسترينث تريننج اللي هي مثلا الويت ليفتنج لهون انا تتربي العضل اكزاكتلي اوكي قبل تكوني عم تحرقي دهون وبهالطريقه بتعبيها بالعضل صح 100% اوكي هون بنكون عملنا البالانس اللي نحن بدنا اياه وتنقدر نحن نوطي من كتله الدهون بدنا هيدي ثرو دايت رح نحكي عن الطرق والمي نحن دائما من بيهمنا انه يكون اراوند 50% او 50% من كتله الانسان مي اوكي اوكي هيدي بنكون هيك عطينا مثل انسايت عن تكوين الجسم كيف نقدر نفهم الدايت طيب ال 50% اللي فضلت بين دهون وعضل صح قد ايه لازم عند المرأة وعند الرجال بعرف انه هالشيء بيختلف صحيح بس هلا نحكي عند السيدات عن السيدات في رينج معين بنعتبر انه هي بهذا الرينج شيز نورمال ما بدنا اياها اقل وما بدنا اياها اكثر اوكي حسب العمر بتفرق كمان يعني اليوم اللي عمره لتسي بال 18 غير اللي عمره بال 30 تعال انا احكم اذا الفات نورمال ولا خلينا بال 30 بال 30 ايه خلينا بال 30 اوكي يعني اذا بدي اقول انا فات نورمال يعني اون افريج يعني في تشارتات بيبقوا اداء التشارتات موجودين على طول اذا بدك نبقى نعرضهم كلهم اكيد بس أكيد. يعني تما اعطي رقم وعرفت لا تنكون دقيقين في تشارتس اوكي الموضوع بس هو اون افريج لنقول بال 20s 20% 20% 20 او 20 لا بلس لا يعني فينا نقول 20 بلس تقريبا اوكي 20. انا ما بدي اعطي رقم 1 نمبر لانه في رينج يعني انا في تشارتس اليوم بفتحهم قدامي صراحه بتطلع فيهم بقول مثلا 30 years old من هون لهون اندر فات من هون لهون نورمال من هون لهون اوفر فات اوكي سو في رينج معين أوكي. بس اون افريج لنقول 25 مثلا وبي فاين اوكي انا بس عم شوف عن حالي انا يمكن 24 صرت تحت هلا نفسيا اصلا اسم الله عليك ما فينا نقول بالشكل بس اسم الله عليك تاتش وود ثانك يو اوكي اوكي هلا شو هو البي ام ار بي ام ار ان انجلش از بيزل ميتابوليك ريت اوكي هو انا وقاعده هلا يعني انا وندى هلا قاعدين قد ايه بتحرقي بالدقيقه او الساعه انت وقاعده انت وقاعده بدون افورت اذا اكزاكتلي جاست ات ريست البي ام ار اللي بيهمني اعرف عنه لانه انا بنطلق منه كرمال اعمل دايت اوكي يعني اليوم ندى بار اكزامبل بيطلع معي بالريزلتا انه بتحرق 1500 كالوري بالنهار يا بير داي بيطلع معي اكس بيحرق 2000 كالوري سو هو حيطلع له كالوري ان بالدايت اكثر من اكيد 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 اوكي في اسباب كمان بتعمل بلوكاج للجسم اكيد في اسباب أكيد. رح نستعرضها اكيد بس انه مثل شيء تعطينا اكزامبل اكيد اكثر شيء معقول يعمل بلوكاج للبي ام ار هو شيء اسمه يويو دايتنج يعني انا عن جد كثير بشوف حالات ندى اون اوف دايت يعني بيعمل دايت بيوقف بيعمل دايت بيوقف بيوصل لمحل بده يعمل دايت ما بقى يضعف اوكي غيره قله السبار لانه نحن كل ما كانت كتله العضل عندنا اعلى كل ما حرقنا اكثر غيره اذا حدا والديسربت السليبنج سكادجول يعني ما بينام صح او اذا ما اكل وقعد منتظم خلال النهار يعني فور اكزامبل اذا اليوم جاست تروق او ترك حاله لعشيه ما هيدا كله حيرجع ياثر على الميتابوليزم تبعه اكزاكتلي بس يويو دايتنج دائما بقول اخطر شيء للبي ام ار اوكي انا شايفه قدام عيوني عالم عن جد يعني بسال انا شويه هيستوري اوكي من خلاله بقدر افهم اذا عنده اكسبيرينس مع دايتس قبل عامل دايتس بيشنت بيكون حدا اون اوف اون اوف اون اوف دايت بيوصل لمحل طيب رح اعطيك اكزامبل عني انا هلا يمكن عم نحكي عنه قدام بس تتكون اكزامبل يعني انه افري داي لايف وشخص موجود قدامك انا بالولدين اخذت فوق ال 20 كيلو وقت اللي حبلت بس اكثريته كان يعبي مي لانه جسمي كان عم يعمل ووتر ريتنشن يس فمن بعد ما ولد واضعف وارجع طبيعيه بضل لك كم كيلو هو اللي بدك تقدر تتعذبي فيهم شوي لحتى تشيليهم صحيح
اوكي انا ما بنام من بعدها، كنت تعرفي الولد بدك ثلاث ساعات التامين نظام، بس تجوعي بتاكلي يعني مش انه في حدا عم بيحضر لك. فالدايت تبعي كان مخربط، النوم تبعي كان مخربط، وطبعا قله الحركه لانه انت ببطل في عندك انرجي انك تروحي تعملي سبور، بيعمل بلوكاج لجسمك، وهذا الشيء عذبني. من بعد ما 3-4 أشهر بقيت معذبه، عملت سبور، بس عملت سبور كل شيء تغير. اكيد. فهيدي نصيحه انا عبالي من خلال هذا البروجرام اقول انه انا اكثر شخص كان ما له جلاده يتحرك، ولكن بس تعودي انت شخص يعني على شغلي 5 دقائق بالنهار او 10 دقائق بيتعلق فيها وكل شيء بتغير. انا ما كنت اشرب مي، بس صرت اشرب مي، هلا صرت اشرب 3-4 لترات من خلال النهار وبالليل. لكن انا ذا لايف اكزامبل عن اللي صار لي انا. انا حسيت انا اللي عم بعطي يعني تمثلوا فيها، انا نصيحتي تمثلوا فيها صراحه، لانه كل شيء عم تعمله صح وصلنا للي بدنا. ميرسي. يور لايف اكزامبل يعني. ايه. بقول لك بكل واقعيه ومنطق انه انت انسانه عملتي الصح وصلت للي بدك اياه. وصلت للي بعد ما قطعتي بفتره يمكن كان فيك تقولي انا ما بقى بدي تعبت. لا قويتي حالك وافتع اجريك وعملتي. هلا انا تعبت كثير وزهقت، بس اللي كنت اعمله انه مثلا بدل ما ازهق ووقف كل شيء، مش زعبير، اعطي حالي مجال نهار، ساعتها بعد هذا النهار برجع بقول اوكي اخذت اللي بدي اياه وشبعت عيني ونفسي وكذا وبرجع لحتى ما ازهق، بس مش انه قرار اخذه وقف يعني. فيمكن هيدي طريقه كمان بتساعد المشاهد او الشخص اللي عم يعمل رجيم انه ما يزهق، ياخذ بريك، طلع بالك هالقطعه كلها يا خيي هالجماعه. ايه انا شايفك. ذكرتيني بحدا ندى قطع عندي بالكلينيك قال لي اللي حبيته بالاستراتيجيه اللي منطلقين فيها نحن انه ما عم تقولي لي ممنوع. ايه عم تقولي لي اذا انت شايف انه هيدا الصح، بس اذا انت شايف مناسب عمود الغلط. نعم. قال لي صرت انا مني لحالي، عن جد انا مني لحالي حاسب حالي انه طب هي ما عم تقول لي ممنوع. نعم. ليه بدي اعمل الغلط؟ كيف عم تقولي انت؟ وقول له انه اذا شفت حالك شي نهار كثير مخنوق تما اوصل لمحل انا اخسر كل شيء، فاين جست هاف ذيس بيس اوف تشوكلت يعني منا اخذت العالم ونرجع بالرجليج. يعني الميزان على طول بالمودريشن مثل ما انت حكيت كثير صح هو الحل. والجسم كمان بيكون محتاج exactly. انه يتغنج ولا ببطل كمان ولا بطل الجلد بطل. يعني واحد كل يوم كل يوم بلا شو بطل. بعدين في اشياء من زمان كانت كلها ممنوع ممنوع ممنوع، هلا بلاقي انا بالدايت هالايام مش مظبوط، ممنوع الممنوع صحيح. ممنوع الممنوع. يعني قبل كانت مثلا الماما وقتها كنا صغار انه ما بتاكل رز او باستا او خبز او كاربس او بطاطا كرمال انه هول كلهم بينصحوا، لانه بتعرفي انه فيهم كالوريز اكثر من غيرهم، وتصر قال انه التوست وتغبى عن الوعي وهالقصص. هلا بالدايت الجديده ما بنلاقي هيدا الشيء. اكيد اكيد. كيف فينا نقنع الاشخاص انه المنقوشه ما بتنصحك؟ يمكن الشيء الثاني اللي ينصحك اكثر قطعه الستيك مثلا فيها كالوريز يمكن اكثر من المنقوشه. هلا بدنا نكون كمان شوي عم نركز على الكواليتي اوف فود. اكزاكتلي. هي الكواليتي مش الكوانتيتي يعني. اتس بوث. اتس بوث. يعني اليوم مثلا واحد بيقدر يقعد ياكل شوكولا بس بالنهار روح واحد ما ينصح. أكيد. لانه قد ايه عم يفوت؟ لانه 500 كالوري 600 عم يحرق باي اكزامبل 1500 ما حينصح، بس بالنتيجه على المدى البعيد رح يصير عنده نقص بالحديد. نعم. بالفيتامين بي 12 مثلا اللي بلاقيه بس بالمشتقات الحيوانيه. نعم. يمكن بعدين يصير في ترقع عظم. حتى دماغه لما بدي اجي اقطع له الكربوهيدرات او النشويات نهائيا دماغه ما بقى يمشي صح. ليه؟ لانه النشويات هي الفيول او الطاقه اساسيه للدماغ. سو انا ما فيني اجي اقطع نهائيا شيء معين. كيف بقنعه؟ بفرجيه انه انا اذا انت عملت هيك حتكون النتيجه هيك، فرجيه لايف اكزامبلز، فرجيه ريسيرش، بس اكيد ريسيرش معتمد او ابروفد سورس يعني مش انه حيلا شيء. بيطلع انه ما حيحط حاله بريسك انه يمرض، يعني مانا بس قضيه ايمج او اذا انا ضعيف او لا على البحر، اوكي هذا بهم، بس في كمان بارت انه انا معقول أثر على صحتي على المدى القصير والمدى البعيد. هيك بنقدر نعمل. اوكي. في بعد عندنا نقاط بخصوص الترو اند فولس كمان نحكيهم. اكيد. بدنا نحكي هلا عن انواع النيوتريينتس شوي تنقدر نفهم الدايت اكثر. اوكي. عندنا نحن شيء اسمه ماكرو نيوتريينتس ومايكرو نيوتريينتس. اوكي. الماكرو نيوتريينتس هو كل شيء من مشتقات النشويات والبروتين وال دهون.
okay. نشويات اكيد خبز مثلا رز باستا اوكي بروتينات حبوب لحم دجاج او سمك والدهون اللي كل العالم عندها الحرب ضده مع انه في دهون منيحه وفي دهون والدهون مش هي اللي بتعمل سيلوليت انا بعرف السكر اللي بيعمل سيلوليت السيلوليت هو بيجي عباره عن شيء اسمه مسل اتروفي يعني بيصير في سيباراسيون سيبريشن او انفصال بين العضل والدهون كتل الدهون نعم بتتجمع هون بهالمناطق فبتبين خصوصي هون اكثر شيء بتصير بيني بس هيدي اذا مشينا وشربنا مي حل هي هذا حل السيلوليت اذا مشينا وشربنا مي مشي ومي ما في والمايكرو هن الفيتامينات والمعادن اكثر شيء بنلاقيهم بالفواكه بالخضره بس في مثلا اكزامبل الفيتامين دي او الكالسيوم كثير مهم خصوصا للمراه لترقق العظم بنلاقيه بالاجبان مثلا بالالبان وبعد مشتقات الخضره الخضراء نعم اوكي غير اكزامبلات عن فيتامينات ومعادن فينا نعطي عن الحديد اللي هو كمان مشكله اكثر شيء بتواجه المراه فقر الدم بحكم انه كل شهر هي بتخسر دم بنلاقيه اكثر شيء بالدجاج باللحمه بالسمك برايمري سورسز او اساسيات اوكي اوكي هلا اذا بدنا نفوت شوي بانواع الدايت هلا هون جميل اوكي اوكي عندنا التراديشنال دايت بلان او نظام الغذاء التقليدي هيدا نحن بنبلش فيه اللي هو فيري سمبل بيحرق هالقد بعطيه ان هالقد بيعمل سبور زياده بيصير عم يعطي حاله رينج اعلى اوكي بجرب برجع براقب هالبيشنت على جمعتين بتركه برجع بشوفه بشوف استفاد ما استفاد علي العضل مثل فات ايه ولا لا في حال وبشدد على انه في حال عن جد بليز ما مشي حال نظام الغذاء التقليدي ساعتها بيرسوني الكسندريا يعني ما بعرف بلجا لشيء اسمه هاي بروتين دايت او عالي البروتين او في ال سي دي اللي هو very low calorie diet اللي هو قليل كتير بالسعرات الحرارية أو detox اللي هو هلا booming بس ما فيني اجي دغري personally أعطي بدايل ممكن تضره للشخص بلا ما أكون جربت traditional وأنا في حال بدي ألجأ لهول البدايل كتير بدي صر إنه البيشنت بيكون مراقب يعني أنا عم ضل تابع صر معك شيء دخلت نقص بفيتامين blood test كل شيء وبدي اعطيه لفتره قصيره ترجع رده على التقليدي هول ليه بعملهم لانه جربت تراديشنال وعامل بلوكاج يمكن او ما مشي حال تراديشنال بهزل له الميتابوليزم ترجع رده على التراديشنال طيب نحن من زمان كان بردو عم بقطشك كان يقولوا لنا ما بيسوى تعملوا الديتوكس والكراش دايت اتس نوت جود بس انه هلا سبومينج وكل العالم عم بيعملوها هلا لانه عم بينعطوا يعني عم ينعطوا العالم حلول سريعه اوكي بس العالم ما عم ينعطوا الانسايت الكافي بحكم انه يونغ ساينس مثل ما قلنا ما عم ينعطوا الانسايت الكافي يفهموا انه الديتوكس اذا انت بدك تعمل اليوم على شهر وشهرين حيضرك حيضر الهاي بروتين دايت وير يعني بنخفف من الكارب كثير ومنتكل بس على البروتين حيضر كالويك شو لكن الويت ذات يو لوز يمكن انت ترجع تكسبه بس توقف هيدا الدايت سو نحن بنكون بالانس ما بنقول لا عليهم بس بذات الوقت بنعطيهم بنعرف امتى نعطيهم يعني اذا ما مشي حالك بالتراديشنال اللي هو ذا هيلثيست اوبشن ساعتها نحن فينا نلجا لهوليك البدائل لفتره قصيره ومونيتورد يعني كم يوم بتنصحي بالديتوكس يومين ثلاثه ماكس هلا فينا انا بيرسونلي اي جو اب تو 1 ويك بيحمل الجسم اذا حامل كم كيلو بينزل يعني حسب ساعتبري شخص اوفر ويت 30 كيلو 30 كيلو بيضعف مظبوط اذا مشي مظبوط 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 ممكن يوصل لهيدا الارقام لهيدا الارقام العمر بيلعب دوره العمر بيلعب دوره لانه بيأثر على الميتابوليزم يعني جبور الصحة مثلا واحد مريض اكيد ممنوع لا اذا مريض ده عنده ضغط عنده كذا ما بيقدر ياخذ هول يعني اليوم انا اذا بدي اجي اعمل انيشيشن لديتوكس او فيري لو كالوري دايت او هاي بروتين بدي يعني بدي مش بس اسال بدي اتاكد من كل شيء من بروفايل تعملوا فحوصات للاشخاص اللي بيجوا في دواء اسيد بتشوفوا شو اللي عنده بتشوف البروفايل تبعهم بنشتغل انا بفضل الكولابوريشن مع الحكيم تنتاكد انه ما يصير له شيء على اثر هذا الدايت واذا بيقدر يمشي تراديشنال معي وما في بلوكاج ويمشي الحال بيكون اكيد احسن احنا الحلقه تقريبا للاسف يعني عم تخلص بسرعه بعد عندنا شيء 5 دقائق فيا ريت لو اذا بنقدر نحكي باختصار عن النقاط الخطا نعم اوكي
بس بدي احكي باختصار شوي صغيره تو بوينتس بعد تفضلي عن مفاهيم خاطئه حول فقدان الوزن واتس فولس اوكي انه انا اذا ضليت بلا اكل كل النهار رح اخسر وزن ذس از نوت ترو لازم يكون في balanced meals all throughout the day او اذا قفيت وجبات رح اخسر وزن او اذا ضليت واعي بالليل رح افقد وزن او اذا ما اكلت خبز مثلا اكثر شيء هذا الحرب على الخبز رح افقد وزن this is not the case اوكي it's a case by case thing واذا بدنا نعمل هيك مثل ريكاب صغير عن استراتيجيات لنفقد وزن ناجحه قلنا قبل انه we try traditional اذا ما مشي الحال نرجع للبدائل as هيك general recommendations او take home message لمشاهدينا منركز على الالياف فايبرز موجودين بالفواكه والخضره والمشتقات السمراء من الاكل لانه هيدي بتعبي فوليوم المعده بتشبع اسرع الخضره نفس الشيء المي والرياضه سو خلينا هدول ناخذهم كجنرال ريكومنديشنز فور ويت لوس فور ويت لوس تنختم فيهم تذكرون الكسندريا نحن اول شيء بنشكر وجودك معنا ومنوع المشاهدين انه راح يكون عندك اطلالات تقريبا شهريه معنا ان شاء الله من هلا ورايح وكل شهر بنتناول موضوع معين مره عن الحبل والنساء مرة عن الأشخاص اللي عمرهم فوق الخمسين مرة عن الأشخاص الصغار لأنه بيجينا كيسز كمان عم نعرف إنه في ولاد صغيرة عم بتبلش تعمل دايت بعمر الخمس سنين وست سنين هالأيام يعني بيكون عن جد كتير أوفر ويت ترجي بيطلبوا منه ما بعرف قديش هالشي صحي هيدا الأيام بس كمان إنه الأهل إذا عطلينين هم الولد إنه ما ينصح كانوا من الأساس إنه ما تعمل شوكولاتة اليوم أو إذا عملت شي منيح عندك كوكي حبيبي لا exactly. ألكسندريا رح نختم الفقرة اليوم بجملة رح تسحبيها من خبز الحياة من جمل من الكتاب المقدس نشوف الرب اليوم شو حابب يبعث لك مساج ونحن طبعا بنجدد لقائنا معك رح اسحب الازرق لانه لون السما صراحه يلا ولون شمستك كمان فاكون لهم الها ويكونون لي شعبا je serai leur dieu et ils seront mon peuple amazing ايمن ميرسي بوكو ايمن ميرسي اليك ولوجودك معنا وأنا مأكدة أنه المشاهدين رح يكونوا كلهم على أحر من الجمر لانتظار حلقاتك بالمستقبل ورح كمان نفتح مجال للاتصالات اللايف إذا حدا عنده شي سؤال ليسأل ألكسندريا معنا على الخط على الهواء أعزائي المشاهدين وصلنا لآخر فقرة اليوم معنا لنهايتها ملتقانا بيتجدد الأسبوع الجاي بنفس الوقت كل أربعة معي أنا ندى ترباي بنور جديد سلام المسيح واذكرونا بصلاتكم